مع اللحظات الحلوه دي اللحظه الصعبه بقى في حياه الكابتن هشام عبد الرسول. يعني هما اللحظات الحلوه بتبقى في حياه الانسان ليها يعني بصمات حلوه ممكن تنسيك حاجات، اما اللحظات الصعبه بتخليك تتذكر يعني مواقف تحمد ربنا، تبقى قريب من ربنا قوي. انما طبعا يعني اشد لحظه اللي انا عشتها صعبه كانت، مش هقول الحادث لا خالص، ده قضاء يعني رضا بقضاء الله وقدره يعني. خلاص انا نجيت من الحادث وبقول سبحان الله والحمد لله وتمام. طب ايه كانت حكايه الحادثه؟ كنت راجع من القاهره بعد التمرين؟ لا ده احنا كان عندنا، كان الدوري اشتغل وكنت قبلها بيومين بلعب، حتى بنلعب الاولمبي حبيب احمد الكاس، بنلعب الاولمبي في استاد اسكندريه. تقريبا كسبنا الماتش دوت اسكندريه ورجعت. الكابتن جوهر كان بيتواصل بقى التليفونات، كان في تليفون حلوان تليفون هنا. فكان قال لي ترجع تبات عشان في حفله تكريم تاني يوم في جريده المسا. كان المسا بقى وقتها المسا، واخد بالك، في القاهره عشان تتكرر. وفي حفله كنا انا حضرنا قبلها كلنا حفله في الماريوت بتاع برضه تكريم المنتخب المصري. وكان حفله، فانا بقول له يا كابتن، قال انت عارف يا كابتن الجوهري بقى، قال لي لا لازم تكون موجود، الناس عايزه تشوفك وكده، وانت لازم تثبت وجودك وتعرف الناس بيك يعني في القاهره وتعرفك وكده، فلازم تكون موجود، انت اساسا تكون موجود. فسبت الفرقه روحت وانا بيت عند اختي وابن عمي. وتاني يوم على كورنيش المعادي بالنهار وكده، كان الكابتن شوبير كلمني قال لي في صحف اجنبيه او انجليزيه اوروبيه جاي تصور على كام لعيب وانت واحد منهم. فعايزينك في القريه الفرعونيه. في القريه الفرعونيه اللي على النيل، في النيل يعني. فلازم تكون موجود الظهر كده يعني. فنزلت عشان التزم وكده بكابتن شوبير كلامه ليا. فكنت جايب عربيه جديد لسه يعني على قد كده وبمشي على قد وظروف على قد، ما خدتش بالي، عملت حادثه على كورنيش المعادي. هي الحادثه طبعا كانت يعني صعبه، انما الحمد لله ربنا اكرمني وقمت منها. انما طبعا سابت اثار يعني، كسر مضاعف متفتت كمان في عظمه الفخذ. اصابه قويه وقتها، قطوع في بعض العضلات في رجلك. فالكسر نفسه في حد ذاته في عظمه الفخذ متفتت، صعب ان هو ياخد وقت. انما لقيت طبعا كل بصراحه يعني كل سال عليك وقتها وكله حاول يساعدك علشان ترجع. طلع يجري، كان لسه مخلف محمد ابنه. ساب محمد ابنه ما اعرفش وجالي. كابتن الخطيب على طول، كابتن الجوهري ساب الدنيا كلها وجالي، المسؤولين كلهم جولي، اللعيبه كلها جات لي يعني. هم لقيت مسانده من الناس كلها بامانه، موقف يعني انا لا يعني مسانده غير عاديه. واجماع من الكل يعني، من كل الطوائف والسن والفئات، والزملكاويه والاهلاويه والبحرويه، اسمع كله يعني، كل مصر كلها، وحطوني بحبهم بصراحه وبدعائهم ليا. طب شعورك لما الجيل راح بيلعب في كاس العالم 90 وانت كنت واحد من نجوم الجيل ده يعني، اللي تعب وشقى وعرق مع الجيل ده، بس القدر هو اللي حرمك، شعورك وانت شايفهم هناك في مونديال يعني ايطاليا سنه 90؟ بامانه اسامه انا يمكن بقول لك كلمه، المكان ده اللي احنا واقفين عليه دلوقتي، ده الملعب انا كنت بقول فيه وانا صغير انا عايز العب كاس عالم زي اللعيبه دي. يعني كابتن هشام وانت ولد صغير بتلعب في الملعب ده، راسم لنفسك حلم انك تكون موجود في كاس العالم. كابتن اسامه انا اول يعني ان انا ابتدي اخد بالي من الكره العالميه مش المحليه، كان كاس عالم الارجنتين 78. وانا كنت بلعب في الناشئين وقتها، فانا قلت انا هلعب، عايز العب زي الناس دي كاس عالم، وهو ده كان الطموح بتاعي من ساعه ما قلت الكلمه ديت. انا كان معايا زمايل لعيبه الكبار عاليه جدا في الجيل بتاعي يعني، لعيبه عاليين جدا في كل المراكز، بس الفرق بيني وبينهم ان انا حطيت هدف وكان عندي طموح ان انا عايز العب مستوى عالي. طبعا يعني كاس العالم حلم كبير جدا، انما الاستكمال اللي كنت بقوله لك اللي فرق معايا مش الحادث او ان انا ممكن اقعد او لا، اللي فرق معايا الملاءه. انا رحت مع المنتخب المعسكرات، فشفت الملاعب هناك وشفت الملاعب بتعمل فيك ايه هناك، والستايل والاعداد والجو العام ده اللي ساعدك اللي انت شفته يعني. فانا كل يمكن مش عمليه ان انا لا كنت ممكن العب كاس عالم، بس اعمل حاجه حلوه، كنت عايز اعمل حاجه لبلدي وليا انا في كاس العالم يعني. مش عايز اطلع انا ببنالتي، انا عايز اهدف انا جون واثنين وثلاثه، عايز اسجل في هولندا وفي انجلترا وفي الفرق دي، طموحي يعني اوصل ببلدي لدور ثاني وبعد منه. مش رايح إن يعني ده كان حلمي يعني. فهو يمكن انا زعلت ان انا ما كملتش مع زمايلي او ما لعبتش كاس عالم، ان انا ما شاركتش المباراه بتاعتهم فقط لا غير يعني.